فكرة شراء لشقة كان سببها الرئيسي هو الاستثمار في الواقع، ما كان الغرض منها السكن. فبدت رحلة البحث عن أبراج في الجفير، وكنت على وشك أني أشتري شقة غير المكان اللي أنا ساكن فيه حاليا. وفجأة شفنا إعلان فونتانا وبدينا نسأل عن فونتانا، وشفنا اللي ما شفناه في أماكن ثانية يعني. فأول تعارف مع أول فرد من أفراد رويال أمباسدر طبعا كانوا السيلز، كان لهم دور عود في شرح المشروع، كانوا متعاونين جدا في استحباب وتقبل لأي سؤال ينسألون في كل وقت من الأوقات حتى وقت إجازة. ولما جهز المشروع ودخلت وشفته وشفت الفخامة وجودة الأثاث والفينيشينج والفاسيليتيز وكل الخدمات المتوفرة، حبيت أن أنا أسكن فيه الصراحة. طبعا أنا ما تخيلت في حياتي أن ممكن أسكن في شقة، ولا هو طموح أي بحريني، لكن الفخامة واللكجري اللي واحد يشوفه في فونتانا والخدمات اللي تقدمها رويال أمباسدر تخلي أي واحد يغير رأيه، لأن اللايف ستايل أو نمط الحياة اللي واحد يعيشه هني أكثر من ما كان أي واحد ممكن يتوقع في يوم من الأيام يحصله. أنا أنصح أي أحد يفكر في نعيش هاي النوع من نمط الحياة يفكر في رويال أمباسدر.